هنبدأ دلوقتي في وصفة تانية من الوصفات الحلوة اللي احنا بنحبها برضو. هي شيبسي الأفران. يا ترى شيبسي الأفران ده بيعملوه ازاي؟ طريقته بسيطة وسهلة قوي قوي، ونقدر نعمله في البيت، ومن المقرمشات المحببة يعني الولاد بيحبوها. نقدر كمان نعمل منه بدقيق صحي، ونقدر نعمل منه بدقيق العادي زي ما حضراتكم تحبوا، اللي هو دقيق المخبوزات او دقيق جميع الاستخدامات. المقادير بقى اللي احنا هنروح دلوقتي نشوف المقادير مع بعض. عندي شيبسي الافران، عندي تقريبا 250 ملي من الميه، 100 جرام من السمن، 50 جرام من الزيت. بحط زيت وسمنه، عايزه طعم فيها يبقى حلو. تقدروا تستخدموا الزيت بس لو عايزين، مفيش مشكله. عندي معلقتين كبار من الصلصه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايتين ونص دقيق، وعندي بيضه او صلصه بخففها اعمل بيها الوش على حسب انتوا بتحبوا ايه. في بقى ناس بتحط جبنه رومي مبشوره، احنا هنضيف كمان يا ندى بعد اذنك حبه البركه في المقادير، عشان احنا عاملين شويه بحبه البركه، هنشتغل بالاثنين ان شاء الله. حبه البركه، شمر، هما بيتعمل في الافران نوعين بس، بيبقى جبنه رومي وحبه البركه. فاحنا بقى زي ما حضراتكم تحبوا، لكن احنا نقدر نغير، نقدر نعمل شويه بالشمر، شويه بالكمون الحب، اعملوا اللي يرضي حضراتكم ويريحكم. معانا ليلى، اهلا وسهلا مدام ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك، ازيك يا استاذه حبيبتي؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي صحتك؟ قلبي انا بشكر حضرتك جدا 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 جدا. يا حبيبتي على ايه بس؟ ربنا يبارك فيك يا فندم. والله كل حاجاتك مستعجله ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. يا الله يخليك يا فندم، تسلمي يا رب، شكرا لحضرتك. اموري لو ليكي اي طلب. انا اول مره على فكره، انا اول مره اكلم التلفزيون. يا حبيبتي ده شرف ليا والله. حضرتك ومبسوطه جدا جدا بحضرتك. ده من حسن حظي والله ان اول مره تكلميني انا، شكرا ليكي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بقول لحضرتك اتفضلي اموري مدام ليلى، انا سامعاكي. انا عايزه بس اسال عن اللي هي التقليه. ربنا يخليكي، تقليه الكشك يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك في حضرتك. تقليه الايه؟ الايه يا بنات قولوا لي؟ الكشك. الكشك، حاضر. الكشك الالمازيه صح؟ الكشك. كشك المز يعني. من عينيا. يا حبيبه قلبي. من عينيا يا رب. ممكن ابعت هديه ليا يا وتريكي حبيبي؟ طبعا يروح قلبي. اتفضلي اتفضلي مدام ليلى. تسلم يا رب، ما يحرمني منك ابدا. انا بس بقول لماما ربنا يخليكي ليا ويخليلي ابويا واولادي واخواتي وحبايبي كلهم، وبهديكم كل السلام وكل التحيه يا حبيبتي. امين يا رب، ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم يا رب بصحه وعافيه حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك بجد والله، شكرا. شوفوا قد ايه دي حاجه جميله ازاي. شوفوا يعني مدام ليلى، الواحد الاب والام دول ما فيش بعدهم في الحياه، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. ولو لا قدر الله حد ما كانش متوفق في يوم من الأيام، اعرفوا ان ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وانت هتثاب على صبرك وعلى ان انت تتعامل معهم كويس وتقدم اللي عليك برضو. جميل قوي لما بنلاقي ناس الكبار دول وجهة مشرفة لينا بجد. انا كنت بشوف مامتي لحد ما هي عمرها 62 سنة كانت بتقعد تقرأ الفاتحة كل يوم، وتقعد تختم المصحف كل أسبوع علشان توهب لباباها ومامتها، وتقول بابايا ومامتي دول هما السبب في وجودي وعملوا لي كل حاجة حلوة. فطلعنا كده سبحان الله، وربنا يا رب دايما يجعلنا يعني أولادنا يبقوا برين بينا، يرزقنا برهم في الحياة، في حياتنا وبعد مماتنا. شكرا ليك يا مدام ليلى، شكرا لحضرتك. طيب أنا هنقل شوية الشيبسي الحلوين دول اللي عملناهم بالكاتشب هنا عشان حضراتكم تشوفوهم كده أوضح. أهو. وهنبدأ بقى، حاضر، أطلع بس دول عشان ما يبقى إحنا كده تمام. نعمل شوية بالشطة والليمون كمان ونبدأ في الوصفة التانية وأنا شغالة مع حضراتكم. أطلع بس شوية دول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بطلع في مصفى. نعم. برضو منكهات. كل دي منكهات يا مونتي، بتتباع خلاص فليفرز جاهزه، وانت فاكر ان بره يعني بيعملوه؟ على فكره حتى الاماكن اللي مش بندخل سوبر ماركتس كبيره نلاقي جزاره جوه، بنلاقي الجزاره دي بتتعامل بجراكن او جرادل فيها توابل، هي جايه لهم جاهزه بيتعاملوا بيها على طول في الفراخ، توابل لحمه، توابل الفراخ، توابل سمك، كل حاجه. خلاص ما بقاش فيه زي زمان، احنا بس اللي في البيت بنعمل كده.
فبس انا بوضح يعني عشان اصدقائنا اللي ايه اللي مش عارفين الموضوع ده. انا طفيت على الزيت وخلوا بصوا الزيت نظيف ازاي، ولا في ترسيبات ولا في اي حاجه. الزيت ده اقدر احمر فيه مره كمان عشان بس بصوا اعمل كده وهي دافيه كده. هاخد اللي هو بالشطه والليمون هبدا احط علشان يلزق عليه الفليفر واعمل كده اهو شايفين. تلاقوا لونه بصوا اللون اتغير ازاي، يشرب اللون على طول اهو. معانا تغريد، يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيف عظيمه؟ اهلا يا روح قد الدنيا كلها. يا حبيبه عمري انت، ربنا يسعد قلبك يا حبيبه قلبي انت يا جميله. انا كويسه طول ما انتم بخير. حضرتك حاجاتك جميله قوي. تسلمي يا روح قلبي، انت الاجمل والله. انت الشيفسي قوي حياتي. طب يعني ابعت الطبق على البيت؟ ايه؟ ابعت لك الطبق على البيت حالا. تسلمي، قولي لي لو ليكي اي طلب. انا عايزه ماما تعملي بيتزا صغيره. من عيوني. بصي بقى، خلي ماما تتفرج على الحلقه الاسبوع ده، انا عامله فيها بيتزا صغيره ان شاء الله هتعجبك. خليكي شوفيها ولو عجبتك قولي لها يا ماما اعملي لي من الوصفه بتاعت الشيف عظيمه دي. ايه رايك؟ هي هتتذاع امتى يا رونا؟ احنا هنشوفها هتتذاع امتى ان شاء الله. هتشوفيها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، هتشوفيها هتعجبك باذن الله. وادي شيبسي. وتسلمي لي وميرسي ان انا سمعت صوتك يا تغريد النهارده. حبيبتي ربنا يخليك لمامتك يا روح قلبي. هناخد الصلصه وهاخد السمن وهاخد الزيت وهاجي هنا في بوله كده. خليني بقى اشيل دي بسم الله، ارجعها الثلاجه تاني، ما يجرالهاش حاجه على فكره، بتقعد كذا يوم في الثلاجه. لو انتوا حابين تاخدوا كل يوم يعني عاملين بوله كبيره مثلا وحابين تاخدوا من البطاطس دي كل يوم تحمروا شويه وانت مش قادره تقطعي كل يوم، ما يجرالهاش حاجه. خلاص انا هاخد بقى هنا مع حضراتكم السمن والصلصه. تعالوا ناخد كده. طيب هناخد كده لا كده هم معلقتين من الصلصه، وهاخد السمنه، وممكن نحط كله من الزيت بس او من الزيت والسمنه زي ما انا عامله. نقول بقى فوائد الصلصه، الصلصه دي كمان بره بتتجفف الطماطم بطريقه صحيه جدا على فكره. عايزه اقول لكم فيها مضادات اجسده كويسه جدا بتحمي من السرطان. بصوا وفيها فيها حاجات كتير مهمه جدا. بصوا كده طبعا الطماطم دي لو هنجففها في الموسم بتاعنا نعمل لكم حلقه حلوه ليها او نقول لكم ازاي. احلى حاجه التكييف في الشمس او في الفرن لو الاسرع يعني. طبعا غنيه بفيتامين ا وفيتامين سي ونسبه حديد عاليه، انتوا عارفين الطماطم فيها نسبه حديد عاليه وصوديوم عالي. طيب ناخد كده الزيت اهو حطينا. خلوا بالكم ليها اضرار برضو يعني ايه، مش بتبقى محببه لان فيها حمض الستريك بيعمل شويه حموضه كده. تعالوا هنا ناخد بقى الدقيق وناخد البيكنج باودر معلقه صغنونه كده. بسم الله اهو هنحط، وطبعا لازم ذره الملح او نص معلقه ملح كده حلوه. وهنقلب الخليط. وتعالوا بقى ننزل هنا وهاخد الخليط ده عليها وهيبقى باقي الميه الدافيه بس. الميه تدريجيه اتفقنا، عشان طبعا انواع دي زي ما قلنا ايه بتختلف. النوع اللي انا بستخدمه غير النوع اللي حضرتك بتستخدميه، فده ممكن يعني يستوعب سوائل اكتر اقل على حسب. نلف الاول كده مع بعض المكونات وهو بسيط وسهل. هفرده هنا جنبكم. ايه يا حبايبي؟ ما انا ما سمعتكوش، بتاكلوا الكلمه ازاي؟ بتدوسوا كده وتروحوا ماشيين على طول عشان ما نضايقكيش. يا بخت منظر وخفف يعني. ماشي يا ندى. انا مش بتضايق منكم ابدا. نقلب كده تقليبه وهبدا اخد الميه الدافيه. بسم الله يا روح قلبي. ايوه شيماء متعوده اول ما اعمل حاجه تقول لي تسلم ايدك يا ست الكل. نقلب تقليبه حلوه. ممكن ازود، انا حطيت معلقه صلصه يعني مش مليانه زي ما انا ما كنت عايزه هرميه، فخليني ازود معلقه عشان هو يبقى لونه احمر حلو كده. بس
كده، حاطين لي دي يا حبايب قلبي، حاطين ها، مش عايزه شويه دقيق بس. ايوه عشان افرد. لا هعمل كده، هاخد بس اقلب، خليني اقلب دول كده كويس عشان تدي اللون الحلو ده، وهعجنها دلوقتي بايدي حالا، بس هحط لها كمان شويه دقيق. بصوا لونها هيبقى هنا، بصوا عليها اول ما انا اجيب ايه شويه الدقيق اهو، هاخد شويه كده بسم الله، ونعمل ننزل هنا. عايزه اقول لكم بقى دي ممكن تتعمل بانواع دقيق كتيره جدا، يعني الناس اللي عندها مشاكل مع الدقيق الابيض او مع دقيق القمح الحبه الكامله، او ممكن تعملوه بدقيق الرز، وممكن تعملوه دقيق الشوفان بقى، الناس يعني تقدروا تغيروا في الوصفه زي ما حضراتكم تحبوا بالظبط. هاخد كده كميه حلوه، هعجن بقى بالايد، خليني البس بس الجلافز عشان الصلصه هتلون الايد دلوقتي. الدقيق الابيض ليه فوايد برضو مش ملوش، بس طبعا ما بيبقاش زي كل ما يميل لون الرز او الدقيق ليه شكل الحبه الحقيقيه بتاعته الاصليه، كل ما الموضوع بيفرق جامد جدا. بصوا ليه فوايد كتير للبشره، عايز اقول لكم يعني بيفتح البشره وبيزيل الشوارب، بيعالج كمان لو حطينا معاه كركم وليمون، بس ده ما بينفعش البشره الحساسه. لو اتحط على شوفان ولبن بيفتح البشره جدا. بصوا كده غني على فكره بعنصر الزنك جدا، وبيعالج الالتهابات والسموم اللي في الجسم، في كمان يعني نسبه احماض امينيه، بتحسن صحه القلب بشكل كويس. بصوا بقى الطريقه دي سهله وبسيطه قوي. بصوا انا بعجن مع حضراتكم عشان تشوفوا قوام العجينه، شايفين ازاي، اخد شويه واعجن عشان انا عايزاها تطلع مقرمشه، فانا بظبط كده الايه النسبه بتاعتي بتاعت الدقيق اهي. اعملوها باي نوع يعجبكم، شايفين العجينه عامله ازاي، بسيطه وسهله. تعالوا بقى ناخد الايه، انا بلم بس الدقيق اللي على الكاونتر عشان نبقى احنا في الامان. ماشي حبايبي قوي، تعالوا بقى هنبقى دي هنا عشان تشوفوني كويس، شايفين شكلها عامل ازاي اهي، دي تعمل كميه حلوه كمان. خلاص هناخد كده قطع، ممكن تبقى أصغر تتعمل دواير. تعالوا بقى ناخد دول هنا كده في جنب مع بعض، ناخد دي وبنفردها، هفردها برضو على شوية دقيق كده وعلى صاج، هاخد كده. ويفضل عارفين أنهي مردانة، مش عارفة هما جايبين لي مردانة عملاقة، متخيلين إن أنا يعني مش عارف، مش بدخل بطولات أنا كمال أجسام يا جماعة. عايزين واحدة بقى تبقى ايه صغيرة، رفيعة تفرد معاكوا أكتر، كبيرة تفرد العجين التخينة، الرفيعة ترقق معاكوا العجينة قوي، المردانات الرفيعة. هبدأ بقى أفرد كده لحد ما تاخد هي نشابة أو مردانة، ليها كذا مسمى على حسب الدول يعني، أو فرادة. إيه يا مونتي؟ أنت واقفين لنا على الواحدة ليه يا مونتي؟ معلومات طيب. ماشي ماشي ماشي. بصوا برققها قوي عشان تطلع معايا دايره كده، اقطعوها بالتقطيع اللي تعجبكم، انا هعملهم اربع ارباع. هاخد كده هجيب الصاج، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد هنا الصاج مدهون وتمام، شايفين رقيقه ازاي، هحطها هنا اهي، وهاخد كوره ثانيه، هاخد رشه من الدقيق ورشه فوقها ونفرد، شايفين؟ علشان تبقى رقيقة. الشكل اللي يريح حضراتكم، هتقطعونها قطع بالسكينة على فكرة أو برول البيتزا مش فارقة، المهم الشكل اللي يريح حضراتكم. أهو كل ما بنرققها كل ما تطلع النتيجة معانا أجمل. بعدين بقى جت مش متساوية كده لا قدر الله يعني، هروح عاملة كده مساوياها يعني، ما فيهاش حاجة. خلاص خليهم يطلعوا شكلهم
متساوي وجميل. خلاص هاخد كده اهي. ماشي يا حبايبي، شوفي دخلتي في الوقت الغلط انت هنا. خلاص هعمل كده. خلاص هاخد بقى القطعتين دول وهكمل الباقي بنفس الطريقه. دي بقى ليها طريقه ان انا احط عليها اما بيض او صلصه متخففه بميه. انا عن نفسي هاخد الجبنه الرومي كده. مش حاطين ليه حبايبي حبه البركه؟ مش انا قلت لكم حطوا حبه البركه؟ ماشي تسلم الايادي. وفي شمر ممكن برضو. هخف دول بشويه ميه. بسم الله عشان ادهن الوش اهو. واخد بالفرشه يديها لون حلو برضو اهو. لو مش حابين الزفاره بتاعت البيض خلاص، وحاجه تليق مع الوصفه ومع لونها اهو. هاخد الفرشه بسم الله اهو. هندهن كده حاجة بس ايه اللي هو خفيفة وفي نفس الوقت تلزق عليها الحاجة اللي انا هرشها الجبنة اهو. حبة البركة اي حاجة. هنا شوية جبنة رومي بواقي الجبنة الرومي متقطعة عندكم اللي هي بتبقى الحتت الناشفة دي بتنفع في المعجنات جدا. هاخد دي واعملها بحبة البركة. مخبوزات سريعة وبسيطة وما هياش مكلفة يعني في البيت مش مكلفة. شايفين ازاي؟ تعالوا بقى هنقطع كده. وكده. مربع أو مثلث يعني أربعة أرباع. رول البيتزا كمان بيبقى جميل. ودي تبقى مربعات برضو زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. شايفين ازاي اهي. ندخل بقى الفرن حراره 180. هسيبها على الشبكه في النص لحد ما تاخد اللون. مش عايزه الونها، انا عايزه تطلع بلونها تاخده خفيف قوي. ندخلها بقى الفرن ونبدا نستعد بقى ايه مع بعض بسم الله لاستراحه بسيطه علشان نرجع نستكمل باقي وصفاتنا مع حضراتكم. في انتظاركم بعد الاستراحه.